هو ما فيش شك انه الناس من النهارده، يعني من النهارده بتسخن ومن امبارح كمان بتسخن عشان ماتش بكره، والناس طبعا وحشها فرقه الاهلي وخصوصا بعد الصفقات الجديده. انا عارف انتوا عايزين تشوفوا الصفقات الجديده كلها في الملعب بكره، بس ده مش هيحصل. يعني تاكدوا ان ده مش هيحصل لانه محتاجين وقت عشان ينسجموا ويدخلوا مع الفريق، لكن الاهم ان احنا نشوف كره حلوه بكره قدام النادي الاهلي، وبالتاكيد نحقق طبعا نقفل الخماسيه بتاعه الموسم اللي فات ونحقق سوبر مصر مع طلائع الجيش. هنتكلم اكتر عن الماتش مع كابتن اشرف ممدوح ضيفنا النهارده في السادسه. مساء الخير كابتن اشرف. مساء الخير احمد، مساء الخير على كل جمهور النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي كله. سعيد ويلكم باك معاك. ويلكم باك. بدايه مشوار، موسم طبعا موسم عنيف، بس قبل ما ادخل في الموسم العنيف ده انا عايز اعترف لك اعتراف. انا يعني الفقره اللي كانت معايا على طول قبل وجود حضرتك معانا في الاستوديو كان سالفاتوري سكلاتشي نجم ايطاليا. طبعا اكيد طبعا المصريين حاضرين كاس العالم 90 ده من الجلده للجلده. صحيح. فسكلاتشي هو كان يعني اللي واخد اللقطه. يعني احنا ينفع نقعد كل ده قاعدين على تعادل مع هولندا وتعادل مع اوروجواي؟ يعني تخيل يعني ينفع كده بجد؟ تخيل. والله يعني دي حصيله كاس العالم يليق بينا، يعني يبقى تراثنا اجيال كذا جيل يبقى كل رصيدهم في كاس العالم ان احنا رحنا تعادلنا مع هولندا وتعادلنا مع، انا ما بعتبرش التعادل مع ايرلندا ده تعادل، ده ما كانش ماتش كوره. ايرلندا ما كانش ماتش كوره. يعني انا فاكر ان مباراه ايرلندا دي يعني احد، بلاش اذكر الاسماء، ولكن احد لاعبين الجيل ده قال لي ان تقريبا قوانين كره قدم اتغيرت بسبب المباراه دي. يعني احنا نرجع كره للحارس دي او قالك دي مش موجوده دي نعمل لها قانون جديد. اتغيرت، غيرنا قانون كره القدم عشان حقيقي. لا يعني اجيال كتيره جدا فعلا، احمد انا متفق معاك تماما، يعني اجيال كتيره جدا في مصر كانت تستحق انها تصل لكاس عالم وكنا هنستمتع، ولكن دايما بقول لك انه ثقافة اللاعب المصري والمدرب المصري هي اللي بتفرق في الأداء دايما، لأنه مصر يعني فيها مواهب كتيرة جدا جدا، وشفنا نجوم وشفنا أسماء ممكن إنها تحقق إنجازات كبيرة جدا على مستوى الدولي ومستوى العالمي. أيوة. ولكن للأسف الشديد هي الفكر، هو الفكر، هو ثقافة اللاعب المصري هي اللي بتفرق كتير جدا. بتشوف صلاح دلوقتي نموذج مش للاعب المصري بس، للاعبي العالم كلهم، ازاي ثقافته اتغيرت، ازاي طور من نفسه وادائه والتزامه. هو ده فكر اللي ممكن يغير من شكلك وادائك ونتائجك. ودي الرساله اللي قالها سكيلاتشي معانا. يعني انت عارف انه سكيلاتشي اساسا كان عنده محل بتاع عجل قبل كاس العالم، وما كانش متوقع اساسا انه يلعب مع ايطاليا في كاس العالم. هو كان هيتفرج على البطوله زي الجمهور. وتم استدعاءه للمنتخب، والراجل مش كمان يعني اكتفى بانه هيمثل، لا ده قرر ان هو يحسن استغلال الفرصه ويكون واحد من نجوم المنتخب وهداف تألق بعد كده كمان. يعني بعد كده طبعا اشتغل على النجاح ده كبير جدا. لكن يعني في النهايه اقول انه من ناحيه الامكانيات بحس ان دايما مصر عندها الامكانيات انها تبقى على الاقل موجوده في كاس عالم. وشايف كمان انه في اجيال معينه، يعني الجيل اللي كسب ايطاليا في بطوله القارات، واللي خد البرازيل رايح جاي وخد البرازيل رايح جاي في برضه في نفس البطوله، وخسر في مباراه انا بشوف خساره بطعم الفوز. يعني بشوف المصريين لغايه النهارده بيتفرجوا على الماتش ده واداء منتخب مصر تستمتع وانت بتلعب منتخبات تقيله جدا، ايطاليا والبرازيل. فبشوف ان احنا عندنا القدره ان احنا نوصل، ليه ما بنوصلش؟ هو ده اللي هتجنن ال 100 مليون. يعني اتمنى انه، يعني انا متفائل جدا جدا بوجود مستر كيروش في مع منتخب مصر، لانه فكر مختلف، فكر مش الفكر القديم اللي كنا بنتكلم عنه. انا اتكلمت معاك قبل كده في قصه انه تغيير الثقافه وتغيير ثقافه اللاعب المصري وتغيير فكر اللاعب المصري وتغيير الفكر القديم في انك لازم تخرج بنتيجه عن طريق تكتل دفاعي وخوف وحذر وحرص. كره القدم يعني متعه كره القدم في انك تسعى دايما للفوز، وده بيدي لك اداء بشكل او باخر. في ازمه ثقه، اعتقد ان ده هيبقى يعني في ازمه ثقه، يعني بحس كتير قوي. يعني مثلا لو بصينا على هيكتور كوبر اللي وصلنا كاس العالم 2018، بحس انه الراجل نفسه ممكن فنان وتكتيكيا يبقى راجل محترم، يعني ليه تقديره لانه حقق الهدف في النهايه، ما اقدرش اختلف معاه. لكن على مستوى الكوره والممارسه تحس انه فقد الثقه في امكانيات لعيبته، وتحس في اوقات كتير جدا انه اللعيب نفسه فقد الثقه في امكانياته. شوف المرحله دي تحديدا مع مستر كوبر انا بديله العذر تماما، لانه ان كان في تغيير جلد بشكل كبير جدا جدا لمنتخب مصر. انت قعدت فتره طويله يعني جيل كامل
اعتزل كرة القدم مع ما سلمش الرأي ما كانش فيه عملية الروتيشن اللي كانت موجودة عشان تقدر تدخل جيل مع الخبرات، ولكن انت فجأة بقى عندك منتخب شاب لسه كله عناصر جديدة، وكان لازم شوية شوية تبتدي تحقق مع الأداء تحقق نتائج. المنتخب الشاب ده النهارده بقى ناضج خلاص، يعني اعتقد بشكل كبير جدا خلاص انت عندك نماذج كبيره جدا ومجموعه كبيره جدا من اللاعبين عندهم خبرات كبيره، بتتكلم على واحد من افضل اللاعبين في العالم، بتتكلم على مجموعه كبيره من اللاعبين اكتسبوا خبرات على الاقل على المستوى الافريقي، على مستوى القاره الافريقيه عندنا مجموعه كبيره جدا جدا شاركت مع النادي الاهلي ومع نادي الزمالك. بس يعني خليني اقول لك انه كل دي خبرات. ليبيريا كان عندها في وقت من الاوقات افضل لاعب في اوروبا صحيح جورج ويا وما عملتش حاجه. السويد كان عندها ابراهيموفيتش وما عملتش حاجه معاك، ولكن احنا عندنا اوكرانيا كان عندها تشيفتشينكو وما عملتش حاجه. عندنا امكانيات كبيره جدا، انا واثق جدا جدا في لاعبتنا، ودايما بقول ان القماش عندنا في مصر قماشه هايله جدا، بس تتشكل ازاي وده انا عايز اقوله وتغير ثقافتهم وفكرهم ازاي. ما يجبش كجمهور حتى، مش بس كنقاد واعلاميين واجهزه فنيه، ان احنا نقول صلاح او منتخب فيه صلاح. لا طبعا انا شايف انه القماشه كلها على بعضها حتى من غير صلاح كمان، يعني شايف انه طبعا صلاح قوه ضربه واضافه جداً كبيره جدا للمنتخب، بس اقصد اقول حتى وان غاب محمد صلاح شايف ان احنا عندك الامكانيات كويس. عندك الامكانيات واعتقد ان كروش اعتقد ان شاء الله هيقدر يغير بشكل كبير جدا جدا، وان شاء الله يكون عنده المساحه والوقت ونسيبه ونديله فرصته، لانه راجل فكره متطور. الناس هتحكم عليه بماتش ليبيا مبدئيا، يعني اتمنى ان ما نستعجلش لانه احنا بنتمنى دايما من زمان ومن سنين يكون عندنا حد بهذا الفكر بهذه الامكانيات عشان يقدر يطور الكاركتر كمان. ودايما دايما بكلمك في المدير الفني انه شخصيته بتفرق كتير جدا جدا مع سواء منتخب او نادي، ولما يكون عندنا حد بهذه السمعه وهذا السي في وهذا الفكر اتمنى ان انا نديله الفرصه سنه اثنين ثلاثه لغايه ما يطور عندنا منتخب قوي ان شاء الله يقدر ينافس على البطوله. اختيارات الجهاز، اعضاء الجهاز الفني شايفها، يعني احنا دخلنا منتخب مصر طبعا، ولكن انا شايف ان انا معلش الكلام جاب بعضه، وتوتوس كلاتش رجع لي قلب عليا المواجع زي ما بيقولوا كده. انا مبسوط جدا، سعيد جدا جدا الحقيقه احمد كمان بالفقره دي تحديدا في البرنامج، لانها اعتقد ده مش موجوده في اي برنامج في مصر، وبترجع للناس امجاد عظماء في كره القدم في اجيال كتيره ما شافتهمش وما عاصرتهمش، يعني ان شاء الله موفق فيها ويا ريت تفردوا لها مساحه كمان. يعني منتخب مصر اعتقد الاختيارات، شوف في ناس كتيره معترضه انه ما فيش اطراف من انديه تانية، ولكن منتخب مصر مصلحته هي الاهم دلوقتي. انا شايف ان كيروش معاه ثلاث مساعدين اجانب هو اللي اختارهم، ودي بتفرق كتير في طريقه ادائه وعمل المدير الفني، اذا كان هو بيختار الاسماء دي الناس اللي بيحب يشتغل معاه اللي بتساعده على النجاح او على اداء عمله بالظبط. يعني احنا بنتكلم في كابتن طه السيد، واحد من الناس اسم كبير جدا طبعا. جدا وشخصيه محترمه ومثقفه كرويا جدا ومن الناس اللي بتتابع بشكل كبير جدا، يمكن في ناس ما تعرفش ده، كابتن طه من الناس اللي بتتابع بشكل كبير جدا تطورات كره القدم في العالم بشكل مستمر، وده اللي بنقوله لكل الأجيال المدربين اللي جاية إنك لازم تتابع وتشوف. يعني بنتكلم عن وائل جمعة طبعا. أيوة. كان مدير كورة، وائل اشتغل مع النادي الأهلي فترة مش بسيطة قوي يعني، ولكن اشتغل مع النادي الأهلي وعايش التجربة. شخصيته وكاركتر شخصية وائل جمعة تستحق انه ياخد فرصه كبيره جدا مع منتخب مصر، لانه من الناس اللي عندها ثقه كبيره جدا جدا في نفسها، مثقف بشكل كبير جدا، عنده من الدبلوماسيه في التعامل مع الجمهور ومع الاعلام ومع المدير الفني ومع الاداره بشكل عام. اعتقد ان وائل جمعه واحد من الناس المهمه جدا جدا انها تشتغل بهذا الشكل يعني. طيب. فاتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، ونسيب الناس تشتغل بقى، لانه اصبح عندنا جهاز فني محترم، واعتقد انه لقى قبول بشكل بنسبه 99% من كل جمهور مصر، فاتمنى ان شاء الله الناس تديهم فرصه ان هم يشتغلوا. هي الناس في مصر قبل اختيار مستر كارلوس كيروش كانت رايحه بشكل كبير جدا لمدرب وطني، كنت مع وجهه النظر دي ولا كنت تفضل الاجنبي؟ انا دايما شايف انه المنتخب تحديدا او المنتخبات تحديدا احنا محتاجين نعمل فتره او ناخد فتره مدربين كبار عندهم الخبرات الكبيره دي، ونعمل اجيال معاهم زي ما بنشوف كده، زي ما بنشوف عندنا مساعدين للمدربين دول ونديهم الفرصه. خلي بالك احنا دايما، ودي يعني للاسف سياسه عامه في مصر او حاجه مش قادر افهمها او اتفهمها، انه انت بتربي اجيال بالفعل
ولكن ما بتستفدش منهم. أيوة. يعني دايما بتسيب الناس تشتغل مع المدربين بالثلاث اربع مواسم او ثلاث اربع بيشاركوا معاهم في ثلاث اربع بطولات وفي الاخر بيتركنه. أيوة. ما بتتابعش معاهم ازاي يطوروا طول. يستفيد ازاي. هو بص يعني انا يمكن عملت حلقتين او ثلاثه في السادسه عن فكره ايه الدعم اللي بيتلقاه المدرب المصري. ولا حاجه. بالظبط كده. ولا حاجه. كانت النتيجه ولا حاجه. لما اتكلمنا عن المدير الفني للاتحاد ده من اهم ادواره. انه يخرج لنا اجيال مهمه جدا لمنتخبات مصر بعد كده. العلم بقى جزء طبعاً. اساسي واصيل فيها جداً. والخبره والاحتكاك بالمدارس مختلفة. المتطوره طبعاً. بقى مطلوب جدا. ده ما بيحصلش. يعني هي الامور ماشيه عندنا انا اسف هحطها كده بين قوسين بلدي شويه. بلدي ومجاملات ومحسوبيات ويعني اتمنى ومصالح حاجات كتيره جدا جدا. صحيح. ما فيهاش الصالح العام. يعني ابتعدنا تماما عن الصالح العام. فيها حاجات كتيره تانية ممكن نتكلم فيها ولكن يعني نبتدي. يعني انا شايف انه بدايه حتى ان يكون عندنا رابطه لدوري المحترفين حتى لو مش هيكون ليها دور هذا الموسم متوقع. ولكن انا رايح على أنا هي هتتحاسب على الفاتوره شيء نعم أبينا. يعني هم تولوا المسؤوليه ومسابقه الدوري الممتاز بقت تحت خلي بالك هم مش هيكون عندهم اصل رابطه الدوري المحترفين. ايه 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 المطلوب منها؟ المطلوب منها حاجات كتيره جدا. اولا عمليه تنظيميه. تمام. عمليه اداره اداريا، عمليه تسويقيه عشان تقدر تفيد ال 18 نادي اللي موجودين دول. عمليات تسويقيه اعتقد مش هيبقى ليهم دور كبير لانه هذا الموسم خلاص انت متفق عليه اعتقد اعلاميا وتلفزيونيا و فقصه اعتقد هتبقى بعيده عنهم شويه. عمليه الترتيب والتنظيم طول ما في الاتحاد لسه موجود بشكل كبير، اللجنه الثلاثيه لسه موجوده بشكل كبير مع المشاركه في القرار مع لجنه او رابطه الانديه المحترفه اعتقد مش هيكون ليهم دور كبير. ولكن اتمنى التحضير، يعني انك تبتدي تحضر يحطوا اسس وقواعد ونظم عشان نقدر ولوائح عشان تقدر تشتغل عليها من الموسم القادم. انا شايف كابتن اشرف انه من الممكن جدا على الاقل تقدير. انا مش بطلب منهم تطوير او يعني تغيير جذري في المسابقه وشكلها، لكن بطلب انه من ضمن صلاحياتهم وحرصا على مصلحه الانديه اللي هم بيمثلوها انه على الاقل نتفادى المشكلات اللي احنا كل سنه عايشين معاها. يتغير اتحاد ويجي اتحاد تمشي لجنه خلي بالك لجنة. في لجان خلي بالك هم مش كمان هيبقوا مختصين هذا الموسم او مش هيقدروا يحطوا هم اللجان بنفسهم لان الاتحاد مشارك بشكل كبير في وضع اللجان. يعني لسه الموضوع ولكن ان تاتي متاخرا خيرا من ان لا تاتي. فانا شايف ان هم يعني المرحله دي مهم جدا جدا يبقوا موجودين على الاقل كبدايه. نحط النظم والقواعد واللوائح ونبتدي نحط الاسس. كملوا او ما كملوش نكمل على ما بنيناه. عندنا نماذج مهمه جدا جدا لروابط كتيره زي الدوري الانجليزي وزي دوريات اخرى ونتمنى ان شاء الله ان احنا نصل في نهايه الموسم لوضع يرضي الجميع ووضع يكون فيه احترافيه بشكل كبير جدا جدا عشان ما تحصلش الازمات اللي اتكلمنا فيها قبل كده من تاجيلات للدوري وحاجات كتيره جدا الحقيقه اضرت مش بس بانديتنا اضرت بلاعبتنا قضيت واضرت كمان بمنتخبنا او منتخباتنا بشكل عام سواء الشباب او الاولمبي او حتى المنتخب القومي. طيب قبل برضو ما ادخل في ماتش الطلايع خليني اقف معاك مع المرحله خلينا نسميها المرحله الانتقاليه. هي لا فاصل بين موسمين. يعني منتظر مفترض انه من اول ماتش ما انتهينا من ماتش اسوان اخر ماتش في الدوري لعيبه الاهلي لعبت الدوليه لعبت مع منتخب مصر الماتشين وبقيه المجموعه لعبت ماتشين مباراتين وديتين واحده مع بتروجيت وواحده مع المقاولين. شايف فتره استعداد الاهلي الموسم جاي مع الصفقات اللي اتدعمت بيها صفوف النادي الاهلي ازاي؟ ده اللي هنتكلم فيه بس بعد الفاصل. هما الحقيقه مواجهتين مش مواجهه واحده. انت على ميعاد مع مواجهه الاهلي والطلائع ومن بعدها خلاص زي ما قلت كده هنعتبره مجازا بدايه موسم او بدايه مشوار موسم جديد. هتلعب مع انبي ان شاء الله باذن الله يوم السبت في كاس مصر وبالتالي والمواجهتين مع فرقتين تقال الحقيقه. وبالتالي خلينا نتكلم الاول عن تقييم كابتن اشرف لمرحله ما بعد انتهاء الدوري، المرحله اللي شهدت نوعا ما يعني اشبه بمرحله استعداد لبدايه موسم جديد، ما اقدرش اقول انها مرحله اعداد كامله متكامله، لا ما اعتقدش ان اللعيبه ريحت بالشكل الكافي، دخول كمان عدد لا باس به، انت بتتكلم على اثنين افارقه، بتتكلم على صفقتين حسام حسن وكريم فؤاد، وبتتكلم على عوده المعارين، يعني تقريبا في فرقه كمان كامله داخله على الفريق محتاجه وقت عشان
تنسجم وتتأقلم ومحتاجة وقت عشان يوصل لها فكر مستر بيتسو موسيماني. هل الفترة دي كانت كافية؟ الماتشين بتوع بتروجيت والمقاولين أخبارهم إيه؟ تأثيرهم على أو يعني ناحية الإعداد في بداية موسم منطلقة موسم جديد أخبارها إيه؟ كل ده هنسمعه من كابتن أشرف طبعا اللي بكرر ترحيبي بيه في السادسه مره ثانيه. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك احمد. اهلا بيك. الفتره من انتهاء بطوله الدوري لبدايه، هو طبعا ماتش الطلائع ده كان المفروض يتلعب في بدايه الموسم اللي فات، لكن خلاص هنحسبه مجازا بدايه انطلاقه موسم جديد. شايف ازاي فتره الاعداد؟ ينفع اسميها فتره اعداد؟ وهل كانت كافيه من وجهه نظرك ولا لا؟ لا، انا شايف ان هي فتره اعتقد انها كانت مهمه جدا جدا للنادي الاهلي وتحديدا لمستر موسيماني، لاني شايف ان الضغط النفسي والعصبي على الجهاز الفني وعلى اللاعبين في الفتره اللي فاتت في الموسم اللي فات ده كان اكبر بكتير جدا جدا من حجم الضغط البدني. بمعنى انه انت بتشارك في بطولات ورا بعض متلاحقه، ما بتلحقش تاخد حتى نفسك، ومطلوب منك انك تاخد كل البطولات دي. ايوه، وبتخلص بطوله مفروض انك كسبان، يعني فتبقى عايز ترتاح وتفصل، وده الطبيعي. وده الطبيعي. خلي بالك، ده الطبيعي في كل الدنيا. يعني بتشارك في بطوله يعني بتاخد نفسك بقى، يعني انا حصلت على البطوله دي اخد نفسي كام يوم؟ لا، انت بتستعد بعدها مباشره من نفس اليوم اللي انت اخدت فيه او حصلت فيه على البطوله دي لبطوله ثانيه، وبالتالي الضغط النفسي. اسمح لي اقف عند الجزئيه، لان انت بتتكلم في جزئيه منتهى الاهميه، ودي نقطه مهمه ان احنا نقول للناس الموضوع مش بس ضغط بدني طبعاً. لكن يمكن الضغط النفسي والعصبي كان اعلى بكتير. واكبر بكتير صحيح. تاثيره من الضغط البدني. خلينا نروح لبرج العرب ونشوف ونتابع تمرينه الفريق مع زميلنا محمد توفيق. محمد، مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن اشرف ممدوح ولكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. اللمسات الاخيره، اخر تمرينه للنادي الاهلي، الكلام على بعض الاسماء في السوشيال ميديا الفتره الاخيره بعد الاشاعات اللي خرجت على اكرم توفيق، على طاهر محمد طاهر. تطمنا على مدى جاهزيه فرقه الماتش بكره، وتطمنا تحديدا على الاصابات اللي موجوده لو في اصابات، وراي الجهاز الطبي فيها. الزميل العزيز احمد، يعني خليني اكلمك عن اليوم الاخير استعدادا لمباراه طلائع الجيش غدا ان شاء الله في مباراه كاس السوبر المصري ما بين الاهلي وطلائع الجيش اللي هتقام هنا على نفس الملعب اللي احنا موجودين عليه حاليا وهو استاد برج العرب. لكن خليني اكلمك على الاستاد الاول. الاستاد كان موفور لفتره طويله لبعض اعمال الصيانه والاصلاح. الاستاد عاوز اقول لك انه ظهر بصوره اكثر من رائعه، يمكن الارضيه كمان اكثر من رائعه. مستر بيتسو موسيماني كان ليه بعض الملاحظات على طول العشب الاخضر في الملعب وكده، وده ابلغه للمسؤولين عن الاستاد، لكن الاستاد بشكل تام على خير ما يرام، وان شاء الله يساعد لاعبي النادي الاهلي على اداء مباراه كبيره النهارده. يمكن زي ما قلت لك النهارده اخر يوم قبل مباراه الغد، يمكن الفريق النهارده اليوم المعتاد بتاعه الفطار 11 الصبح، بعد كده الغدا كان الساعه 3، كان في محاضره للمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين في تمام السادسه، وفي السادسه والنصف اللاعبين تحركوا على ملعب المباراه لاداء الميران الاخير والبروفه الاخيره لمباراه الغد على نفس ملعب المباراه استاد برج العرب. يمكن انت سالتني عن اللاعبين وغياباتهم، عايز اقول لك ان كل اللاعبين موجودين في الميران الحمد لله، ما فيش اي اصابات في صفوف الفريق، 27 لاعب بالكامل موجودين في ميران. اكرم وطاهر شاركوا في التمرين الاخير، بيبقى الميران بادئ في تمام السابعه، يمكن مره بس ربع ساعه من الميران حالا دلوقتي. كل اللاعبين ال 27 يا احمد اللي موجودين في قائمه المعسكر كلهم موجودين في التدريب من خلفي دلوقتي، اكيد شايفهم وفي لقطات هتوصلك للميران. الحمد لله ما فيش اي غيابات، 27 لاعب موجودين بالكامل في ميران اليوم. يبقى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني في اختيار قائمه المباراه وقائمه ال 11 لاعب اللي هيبداوا المباراه، نتمنى لاي 11 لاعب هيكونوا موجودين في الملعب بكره ان شاء الله التوفيق. عايز اقول لك كمان ان فرقه طلائع الجيش يمكن اتمرنت على ملعب المباراة امس، ولعبوا ماتشين وديين برضو على نفس ملعب المباراه، لان فريق برضو طلائع الجيش معسكر هنا في محافظه الاسكندريه. النهارده النادي الاهلي يمكن الجهاز الفني فضل التمرين الاخير يكون على نفس ملعب المباراه بحيث اللاعبين يتعودوا على ارضيه الملعب ويخشوا في اجواء المباراه، خاصه ان النادي الاهلي بقاله فتره كبيره ما لعبش على ملعب برج العرب. عايز اقول لك كمان ان النهارده تم عمل مصحه طبيه ظهر اليوم، وان شاء الله في ساعه متاخره من مساء اليوم هيتم ابلاغ الجهاز الطبي ان شاء الله بنتيجه المسحه، وان شاء الله يكون جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي على خير ما يرام، ويكونوا كلهم ان شاء الله بكره متاحين للجهاز الفني، وان شاء الله اي 11 لاعب يبداوا المباراه يكونوا على قدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي وحققوا الفوز، وان شاء الله تبقى ضربه البدايه لموسم طويل جدا من البطولات، وتكون البطوله الاولى هي بطوله السوبر المصري للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. خليني بعيدا عن التدريب محمد اسالك على
الاجواء العامه في معسكر الفرقه، يعني خصوصا انك هتبتدي مشوار موسم جديد بمباراه بطوله، وخصوصا كمان فيما يتعلق بالاسماء اللي داخله جديده على النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من رائعه، يمكن الجهاز الفني والاداري موفرين اجواء اكثر من رائعه داخل معسكر الفريق. هنا يمكن الفرصه ما اتاحتش لفريق النادي الاهلي انه يخش معسكرات منذ سنتين تقريبا بسبب ضغط المباريات وتلاحم البطولات، بتطلع من بطوله بتخش في الثانيه او بتخش في التزامات للمنتخب الوطني، فما فيش معسكر. يمكن ده اول معسكر من فتره طويله، وزي ما انت شايف يعني يمكن المعسكر اقل من خمس ايام وبتلعب مباراه بطوله زي ما قلت، وبعد كده عندك مواصله ان شاء الله في بطوله ثانيه في بطوله الكاس ومباراه انبي. لكن الاجواء اكثر من رائعه، اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني والاداري لتوفيق اجواء للاعبين داخل المعسكر. يمكن اجواء هادئه جدا، في يعني الفندق في نزلاء، لكن في فصل تام لفريق النادي الاهلي عن بقيه النزلاء في الفندق، سواء قاعه طعام خاصه النادي الاهلي، قاعه للصلاه، قاعه للمحاضرات، كل دوت بشكل منفصل، ما فيش خروج من المعسكر، المعسكر مغلق بشكل تام. الجهاز الطبي يمكن متابع مع اللاعبين الحاله البدنيه والحاله الطبيه يوم بيوم، كمان اخصائي التغذيه هو اللي بيشرف على جميع النظام الغذائي للاعبين. عايز اقول لك معسكر متكامل قلما تراه في نادي خارج اوروبا الا في النادي الاهلي، وده طبعا هيفرق كتير جدا وهيبان على مستوى الفريق خلال الموسم ان شاء الله، ويقطي بثماره، وتبقى اول ثماره ان شاء الله بكره بطوله السوبر امام طلائع الجيش ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار اللقطات الاخيره بقى واللحظات الاخيره من تمرينه الاهلي الاخيره استعدادا لماتش بكره. كان كابتن اشرف بيتكلم قبل طبعا ما نروح لبرج العرب على الضغط النفسي والعصبي اللي تعرضت ليه الفرقه الموسم الاخير، واللي انت شايف انه كان اقصى عليهم من ناحيه الاجهاد البدني او الضغط البدني. ده صحيح، لانه ضغط كبير جدا جدا موسيميني او مستر موسيميني من وقت ما جه، وهو مطالب ببطوله من اكبر بطوله في افريقيا، بطوله افريقيا يعني وقت التعاقد مع مستر موسيميني كان هذه البطوله. وبعدها تلاحقت البطولات، انت بتضطر تدخل النادي الاهلي، وده حال النادي الاهلي دائما، كل بطوله بتدخلها بتضطر انك عايز تلعب على او بتلعب على البطوله والاستمرار في المنافسه والاستمرار على الحصول على البطولات، وبالتالي الضغط النفسي والعصبي على مستر موسيميني والجهاز الفني واللاعبين اعتقد اشدنا بيهم كتير، ولسه هنشيد بيهم ان شاء الله كتير. أيوة. لانه التعود على البطولات مش اي لاعب ممكن يتحمل ده. صحيح. وشفنا كتير جدا لاعبين فشلوا في النادي الاهلي لانه ما تحملش فكره الضغوط اللي احنا بنتكلم عنها. حقيقي حقيقي. وبالتالي لعيبه كبيره يعني، يعني لعيبه امكانياتها يعني لا داعي لذكر اسماء، ولكن أيوة في لاعبين كتيره وكبيره واسماء كبيره ولاعبين مميزين جدا، ولكن ما قدروش يتحملوا فكره الضغط العصبي والنفسي على البطوله ده. لكن برضو النقطه دي لفتت نظري لفكره انه احنا دايما بنقول انه جزء كبير من 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 تكوين اللعيب المصري وده اللي بينجح فيه بعض الاسماء، يعني على سبيل المثال مش الحصر اللي نجح فيه مثلا كابتن شوقي غريب، خصوصا مع منتخبات الشباب في كاس عالم، بطوله زي كاس عالم نجح فيه طبعا كابتن جوهري طبعا كان استاذ في الحته دي. صحيح. كابتن حسن شحاته لما تولى مسؤوليه المنتخب، انه الجزء النفسي يعوض الى حد كبير لو في تراجع على المستوى الفني او البدني. صحيح. ويعوض الفوارق اللي ممكن تكون موجوده مع منتخبات اتقل منك. نقدر نقول انه مستر موسيماني رغم انه يعني بعيد شويه على التركيبه المصريه، لكن نجح في ده مع لعيبه النادي الاهلي. صحيح، نجح بشكل كبير جدا، وده اللي بيخلينا دايما نشيد بالجهاز الفني واللاعبين في الموسم اللي فات، لانه تحديدا الموسم اللي فات ضغوط كبيره جدا. العوامل كلها اللي اتكلمنا عنها في فريق كرة القدم من الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين ما كانتش مكتملة بشكل كبير، وقلنا بعض العوامل اللي اختفت شوية، عدم وجود الجمهور والضغط الكبير جدا من المنافسين في شراء اللاعبين، وحاجات كتيرة اتغيرت عن زمان. أيوة. وسببت ضغط كبير جدا للنادي الأهلي، الإصابات الكتيرة اللي اتعرض ليها فريق النادي الأهلي، ضغط المباريات وبالتالي كان في ضغوط كبيرة جدا. السفر واحد طبعًا. طبعًا. يعني السفر والترحال الدائم والمستمر ده يعني ضغوط كبيرة جدا، وبالتالي يستحق الإشادة بنسبة 100%. شايف ان الفترة دي كانت كافية لان يبقى في حالة استرخاء شوية، انك يعني انت ريلاكس بقى، افصل شوية، شد الفيشة بالظبط، وطلع الطاقة والشحنة السلبية اللي جواك، وجهز نفسك وحضر نفسك انك تبتدي مشوار جديد. مع ده كان لازم تشكر مجلس الإدارة، لانه مش بيفكر وانت شغال في هذه المرحله بس، انت بتشتغل كمان على المرحله اللي جايه، بتجهز فرقتك، جهازك الفني، جمهورك،
لمرحله قادمه فيها بطولات كتيره جدا. مظبوط. وبالتالي لو المجلس اداره النادي الاهلي ما اشتغلش طبعا كابتن محمود خطيب، وده اللي بيميز كابتن محمود خطيب في فكره المستقبلي لفريق كره القدم، انه انا بفكر ازاي اطور، ازاي اساعد الجهاز الفني وفريق كره القدم في اسعاد جمهور النادي الاهلي. أيوة. بهذه التعاقدات مش ممكن تتولى مسؤوليه النادي الاهلي وتبقى باصص تحت رجليك. يعني صحيح. لازم يبقى دايما في رؤيه وخطه تبص لقدام. دي نقط مهمه، مش هبالغ لو قلت يعني، على فكره وده برضه الناس ما بتاخدش بالها يعني. وده برضه بيميز نادي الاهلي كابتن اشرف. يعني الحقيقه النقطه دي تحسب والله تاني، انا بقول كلمه حق بعيدا عن انتمائي للنادي ده، انه ممكن تبقى في خطه بعيده المدى حتى وان كان الشخص اللي بيحط الخطه دي عارف انه ممكن ما يكونش في الوقت ده في موقع مسؤوليه. صحيح. فاهم قصدي؟ دي بتميز نادي الاهلي يعني حقيقي، يعني جيل بيسلم جيل. دي 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 دي, دي حقيقه موجوده داخل النادي الاهلي. وبالتالي مستر موسيميني اعتقد خد فتره راحه مهمه، كانت مهمه جدا جدا عشان يقدر يفصل. اعتقد التعاقدات الجديده وعوده بعض اللاعبين ادت مساحه كبيره جدا جدا لارتياحيه داخل فريق كره القدم في النادي الاهلي، لانه كان في مجموعه كبيره، كان في مجموعه مصابه، كان في مجموعه مستر موسيميني مش هقول مش مقتنع بيها، ولكن كان عايز افضل. التعاقدات اعتقد بنسبه 99% ما كانتش 100% لتغطية احتياجات فريق كرة القدم. وبالتالي أعتقد أنه بداية موسم يمكن كم على 10؟ يعني أنا شايف يعني علشان الوقت بس ممكن نديله 8 من 10. 8 من 10 عشان الوقت بس، عشان أيوة. عشان ما خدش فترة راحة أطول أو استعداد أكتر، ولكن اجمالا انا شايف انه بدايه موسم مميزه جدا، كل احتياجاتك موجوده، حصلت على بطولات كتيره. هتراهن على مين يا كابتن اشرف؟ يعني من الاسماء الجديده اللي ظهرت مع النادي الاهلي، معارين صفقات لاعبين مصريين، صفقات لاعبين افارقه، مين اللي كابتن اشرف مستنيه يشوفه في الموسم اللي جاي؟ انا الحقيقه مستني، وما تبقاش دبلوماسي، انا عايز اسم او بالكثير اسمين. انا مستني بيرستاو بشكل كبير جدا، لاني مقتنع بامكانياته جدا جدا، وبراهن عليه ان شاء الله انه هيفرق كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. ميكسوني كمان انا براهن عليه. شايف ان عمار حمدي واحد من الاسماء اللي ان شاء الله هتتالق بشكل كبير، وان شاء الله ياخد فرصته، لان انا شايف كمان ان مستر موسيماني مقتنع بامكانياته بشكل كبير جدا جدا. فاتمنى توفيق ليهم كلهم طبعا، لكل النادي الاهلي، ولكن انا براهن على الثلاث اسماء دول ان شاء الله مع النادي الاهلي هيفرقوا بشكل كبير جدا جدا ان شاء الله. طيب انا هكلمك على المطب بقى، لانه انا شايف انه طبعا على قد ما انا مشتاق اشوف فرقه النادي الاهلي، على قد ما انا اشوف الكوره بتاعه النادي الاهلي شكلها هيكون عامل ازاي، انا مش مهتم بس بال يعني انا في جزء من جمهور النادي الاهلي، يعني كل الجمهور طبعا متفق انه عايز يفوز باي بطوله بيدخلها النادي. صحيح. ده شيء طبيعي جدا، لكن في جزء عايز يفوز بالبطوله دي ويشوف كره حلوه من النادي الاهلي. ده ممكن شويه نكون افتقدناه، ومثل موسيماني كان ليه العذر انه زي ما قلنا ما كانش عنده الوقت اللي يقدر يشتغل فيه مع الفريق بشكل كبير، والقماشه كمان السنه دي بقت معاه مختلفه طبعا جدا طبعاً. جدا فاعتقد ان الاوان ان احنا نشوف ده. لكن انا بخاف دايما من ماتشات البطوله اللي من 90 دقيقه، بطوله المباراه الواحده خصوصا انك انت اخر حاجه يعني ناس طالعه من دوري لاسباب كتير جدا ما خدناش البطوله، فبالتالي مستوى انتظارها للتتويج بكره اعلى شويه من الطبيعي. صحيح. فاهم؟ بصرف النظر عن اسم المنافس وبصرف النظر عن ظروف المباراه. شايف المباراه دي صعبه؟ شايف انه نتيجتها ممكن تبقى شاغله مستر موسيماني؟ شايف انه طريقه او اسلوب اللعب ممكن تبقى مختلفه عن الوضع الطبيعي؟ طيب الاداء احنا اتكلمنا ان مستر موسيماني الضغط الكبير جدا وتلاحم المباريات والبطولات ما كانش فيه فرصه لتطوير الاداء. وقلنا انه هيحتاج فرصه من الوقت علشان يقدر يشتغل شغله. مظبوط. الطبيعي يعني، وده شفناه على فكره مع سان داونز، يعني سان داونز من افضل الفرق اللي بتلعب. سان داونز والترجي. والترجي. وكايزر تشيفز. لا انا بتكلم على مستر موسيماني وتوليه الفرقه، يعني أيوه سان داونز من الفرق من افضل الفرق بتلعب كوره في افريقيا. وبالتالي الراجل ده محتاج وقت عشان يقدر يطور ده. اعتقد ان شاء الله يعني الفرصه مش كبيره صحيح انه يقدر يطور، ولكن اتمنى انه يقدر يلحق شويه يطور الاداء مع النتائج ان شاء الله في المباريات اللي جايه. بالنسبه لمباراه بكره، مباراه البطوله الواحده دايما انت مش محتاج فيها المتعه قوي على قد ما انت محتاج النتائج، ولكن احنا يعني جمهور النادي الاهلي في كل مكان خلاص تشبع من هذه الفكره، يعني محتاج خلاص اداء مع
النتائج. اتمنى بكره ان شاء الله يكون في اداء مع النتيجه ان شاء الله ونحسم البطوله، ولكن ما نستعجلش قوي، لسه بدايه موسم. تخاطر بصفقات جديده بكره؟ يعني انت لو مكان مستر موسيماني النهارده بتفكر في اللعيبه اللي تلعب بيها ماتش زي بكره، تقول العب مع المجموعه اللي حفظاني وفهماني وقفلت بيها السيزون الاخراني، ولا ولي لا ما يكونش في اسماء بكره من الصفقات الجديده، ولا ممكن تخاف عليهم انه ممكن احرقهم في بدايه مشوارهم مع النادي الاهلي؟ الطبيعي انك ما بتلعبش كتير في القوام الرئيسي للفريق او القوام الاساسي في فرقتك، وجاهزيه معظم اللاعبين يعني بنسبه كبيره جدا الحمد لله اطمنا على ال 27 لاعب الموجودين في المعسكر كلهم الحمد لله جاهزين بنسبه 100%. احنا لما بنتكلم في معلومه بنتكلم صوت وصوره، يعني لما بنقول لحضراتكم لعيبه الاهلي جاهزه بنجيبهم لحضراتكم في الملعب بيتمرنوا عشان 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 انت عارف كان في كلام كتير كتير على السوشيال ميديا على أكرم وعلى طه. لا الحمد لله جاهزين بنسبه 100%، والا ما مش هيبقى فيه يعني مفوق مخاطره، احنا لسه في بدايه موسم واحنا محتاجين كل اللاعبين يعني. طبعا اعتقد ان ممكن تدخل لاعب او اثنين في بدايه، ولكن في مباريات البطوله الواحده دايما بتبقى فيها مشكله شويه، انه انت بتحط فرقه جاهزه بنسبه 100% بدنيا وفنيا وذهنيا وحتى على مستوى الخصم، لانه مستر موسيماني واحد من الناس اللي بيشتغلوا زي الكابتن جوهري الله يرحمه برضو على المنافس، بمعنى انه بيدرس كويس قوي قوي المنافس، بيشوف طريقه لعبه، بيشوف التشكيل اللي بيلعب بيه، بيشوف خطوط القوه والضعف اللي عنده، وده بيميز كتير جدا جدا مستر موسيماني، وشفناه في مباريات كتير على جدا للمنافس جدا جدا الحقيقه. وبالتالي اعتقد انه ممكن بشكل كبير يشرك واحد او اثنين بكره من اتمنى انه ممكن يكون موجود مكسوني، ممكن يكون موجود كريم فؤاد، لانك محتاج تضغط من البدايه على طالع الجيش من الفرق الجيده. حميد بسيوني من الناس اللي اشتغل بشكل جيد الموسم اللي فات، مرهق جدا يعني ماتش الكاس اللي لعبه معاك الحقيقه بيقول ان هو ند قوي جدا، حافظ وفاهم ومدرك قد ايه قيمه وحجم النادي الاهلي، ما بيلعبش بطريقه عشوائيه كده بطوله او مباراه بطوله وخلاص. صحيح. لا يعني فاهم بشكل جيد، وعندهم لاعبين مميزين، وبالتالي وان كان عنده تحدي برضو انه في اسماء كتير رحلت عن الفريق. صحيح. بس هو يمكن دعم برضو بشكل كويس، بس حته الانسجام دي شويه برضو عائق عندهم. يعني لاول مره بشوف طالع الجيش بيدعم باكتر من 12 13 لاعب. صحيح. وعلى فكره ده مش طالع الجيش بس، احنا بنتكلم في الموسم اللي جاي انتقالات غير طبيعيه. يعني كل نادي بيدعم ب 13 14 لاعب، ودي يعني مفارقه غريبه جدا. أيوة جدا. أيوة. ان يكون في هذه الامكانيات في الدوري المصري وكم هذه الانتقالات، لانه مش طبيعي يعني ان يبقى كل الانديه بتدعم ب 13 14 صفقه. دي حقيقه جديده يعني كل الانديه بتشتري فرقه. يعني فاركو اللي طالع جايب فرقه وفرقه محترمه يعني ولاعيبه من بره ولاعيبه من جوه. فيوتشر نفس الحكايه برضو بالظبط. وفيوتشر ده يعني اعتقد 15 16 لاعب مظبوط يعني. فالتدعيمات كبيره جدا، الموسم الجاي هيبقى صعب جدا. طالع الجيش صحيح رحل عنه واحد من اهم اللاعبين عنده عمرو جمال، ولكن تعاقد مع لاعبين مميزين جدا، ميدو جابر وكاسونجو. أيوة. وصباحي وجابر وشيكا، يعني اسماء لعبت في الدوري الموسم اللي فات وكانت جيده بشكل كبير مع فرقها. ودي يمكن اتمنى ان شاء الله انها تكون شويه في صالح النادي الاهلي، لانه عمليه الانسجام اللي بتتكلم عنها مهمه جدا جدا. وان كنت شايف برضه ان عبد الحميد بسيوني مش من الناس اللي ممكن تخاطر بمشاركه عدد كبير من اللاعبين، شايف المباراه صعبه لانها مباريات البطوله المباراه الواحده زي ما بنقول دايما فيها صعوبه، لانك محتاج تحسم المباراه وتحسم بطوله مهمه جدا جدا، نكمل خماسيه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان مستر موسيماني يضغط من البدايه، لانه استمراريه طلاع الجيش او في اي فريق بيواجه النادي الاهلي في التعادل دايما بيديله مساحه كبيره جدا وطموح اكبر في انه ينهي المباراه على الاقل حتى بالتعادل في نهايه المباراه ويلعب او يصل لضربات الجزاء. اتمنى انهاء المباراه من بدري، الضغط من البدايه، خاصه ان لعبتنا يعني جاهزين بشكل كبير، كان عندنا مجموعه كبيره من لعبتنا موجوده في منتخب مصر يعني لسه جاهزين بشكل كبير. اطمنت بشكل كبير، اتفرجت حتى على مباراه بتروجيت ومباراه المقاولين، في مجموعه كبيره جدا ابتدت تجهز بشكل رائع كويس. يعني فاتمنى ان شاء الله ان المباراه تصل في النهايه للفوز بالبطوله ان شاء الله، وما نستعجلش على الاداء، لانه انا شايف ان مستر موسيماني في الفتره اللي فاتت
يعني شفت بعض التدريبات واتكلمت مع بعض المدربين في الجهاز الفني بيشتغلوا على الأداء الفترة اللي جاية، ودي حاجة تطمن جدا إن شاء الله إنه مع توافر كم هذا اللاعبين المميزين جدا احتياجات فريق النادي الاهلي مع المجموعه القديمه، اعتقد ان شاء الله هيبقى فيه شكل واداء مختلف ان شاء الله هذا الموسم. على الكوميونيتيز او المجتمعات اللي عايشه على الاهلي طول اليوم بتتناقش دايما، يعني يعني الاهلي مش بالنسبه لهم ماتشات يتفرجوا عليها وخلاص، في ناس عايشه اهلي كده. في نقطه مسار جدل يهمني اخد رايك فيها. في وجهة نظر متفقة تماما مع، بصرف النظر عن الواجبات وطريقة التطبيق، بس في وجهة نظر متفقة مع انه طريقة مستر موسيماني اللي بيلعب بيها هي الطريقة الأمثل والطريقة النموذجية والطريقة اللي تناسب المرحلة اللي بتعيشها صناعة ورياضة كرة القدم في التوقيت الحالي، فلا بد من الاستمرار عليها. ممكن نغير في الواجبات، نغير في المهام بتاعة كل لعيب، لكن هي تبقى كده. في ناس تانية على العكس تماما مقتنعة انه مفترض ان الأهلي بيلعب بطريقة تانية مختلفة ايا كانت ايه هي الطريقة، بس بطريقة هجومية شاملة واضحة من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 أكتر من كده. وفي ناس بتقول إنه لا، ممكن نلعب بنفس الطريقة دي نستمر عليها، لكن يبقى في تغيير للأسماء وتغيير للوظائف أو للمهام لكل لاعب من اللاعبين، وبالتالي يتغير شكل الفرقة مع مستر موسيماني. أنت مع أي واحدة من الثلاثة؟ إحنا اتفقنا إنه مستر موسيماني قارئ جيد جدا وعينه كويسة جدا جدا على اللاعب المصري وعلى الفريق المنافس، ودايما بيغير التكتيك او النواحي الخططيه ونوعيه اللعب اللي بيستخدمه في تنفيذ المهام دي بشكل مهم جدا بشكل كبير جدا، والا ما كانش حقق كل هذه البطولات مع النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت. وبالتالي نوعيه اللاعبين اللي تعاقد معاها النادي الاهلي اعتقد انها هتساعد بشكل كبير جدا في تطوير الاداء وفي فكره الضغط على المنافس، لانه لو فاكر في 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 فتره من الفترات كان كل الفرق اللي بتلاعب النادي الاهلي بتتراجع من وسط الملعب، بتعمل زون ديفنس وبتتراجع وبتدي مساحه كبيره جدا للنادي الاهلي انه يلعب بشكل كبير ويضغط بشكل كبير من بدايه المباراه. في فتره من الفترات كان النادي الاهلي بهذا الشكل، واعتقد ان دي فترات طويله جدا جدا جدا. يعني في المواسم الأخيرة ابتدت الفكر يتغير شوية مع عدم وجود الجمهور، شوية مع الانتقالات الكتيرة جدا في الأندية، شوية مع الإعارات الكتيرة اللي ابتدى النادي الأهلي يطلعها للأندية، وبالتالي الفكر اتغير شوية، صعب الأمور شوية. كرة القدم دايما في تطوير، ودايما في ما تقدرش تشتغل على نفسك بس، لازم تشتغل كمان على المنافس. هي دي كرة القدم، لازم تعمل البالانس ده. أعتقد إن مستر موسيماني عنده الفكر ده، وأتمنى انا اتمنى ان نرجع مره تانية لفكره الضغط على المنافس، يعني مع بقاء نفس الطريقه او نفس الاسلوب بس يبقى في مهام مختلفه. جدا ده مهام مختلفه، لان طبيعه اللاعبين اللي تعاقد معاها النادي الاهلي هتساعدك في تنفيذ هذا الطبق. نورت الدنيا وشرفتنا في سادسها كابتن اشرف كالعاده، استمتعنا بوجودك، وطبعا كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله. اشكرك جدا وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي بكره، بطوله مهمه جدا جدا لانه هتضيف للنادي الاهلي بطوله ان شاء الله بكره باذن الله، وهتقفل الخماسيه ده مهم جدا عشان الناس ما تنساش. نتمنى ده. نشكر حضراتكم على المتابعه، هنقابلكم بقى باذن الله ان شاء الله في حلقه ان شاء الله باذن الله اتمناها كده تكون احتفاليه بالتتويج بالسوبر المصري يوم الاربعاء ان شاء الله، ميعاد ثابت السادسه على شاشه الاهلي.